تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر لتحقيق تطلعات المواطنين بتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية، تستكمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشييد عدد من المشاريع في جميع مدن وقرى مملكة البحرين لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والتي تحقق أهداف برنامج عمل الحكومة لسنوات 2019-2022. التفاصيل في سياق التقرير التالي. لتلبية احتياجات جميع فئات وشرائح المجتمع بكافة قرى ومدن مملكة البحرين بما تتطلبه من توفير مبان ومرافق ومراكز اجتماعية ورعائية حديثة، فقد تم متابعة ما وجه إليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية بخصوص مستجدات تلك المشاريع الإنشائية التي سيتم تنفيذها والجاري تنفيذها التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مناطق عالي ومدينة عيسى ومدينة حمد والبديع وجد حفص. وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان أكد أن هذه التوجيهات جاءت ضمن إدراج الاحتياجات التطويرية المستعجلة لرفع جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي وتلبية متطلبات تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان 5 مشاريع تنموية واجتماعية بتكلفة قدرها 24 مليون دينار بكافة محافظات المملكة. هذا وبدأت الوزارة في إنشاء مشروع مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي، والذي يعد من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة لخدمة ذوي الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط. ونظرا لوجود المباني القديمة حاليا في مدينة عيسى، فقد قررت الوزارة هدم وإعادة بناء وتجهيز مجمع شامل للرعاية الاجتماعية، وقد تضمنت دور صممت خصيصا لذوي الإعاقة وكبار السن. كما بدأت الوزارة في إنشاء مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد، والذي يهدف إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية ومراكز إيواء مؤقتة وبديلة للاندماج في المجتمع وسوق العمل. هذا وتستكمل الوزارة بناء مركز البديع الاجتماعي الشامل لأهالي المحافظة الشمالية، والذي سيقدم مختلف خدمات المساعدة والإرشادات الأسرية إلى جانب خدمة رصد جميع احتياجات الأسرة البحرينية من خلال الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. واستجابة لرغبة أهالي منطقة جد حفص والقرى المجاورة، فقد عزمت الوزارة إنشاء ناد اجتماعي نهاري لكبار السن يقدم كافة الخدمات الصحية والنفسية والرعائية والتثقيفية لهذه الفئة وسط الأحياء السكنية لإبقائهم بالقرب من أهاليهم. وستعكس هذه المشاريع التنموية والاجتماعية التي عرضها وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان على مجلس الوزراء بشكل إيجابي على تنمية المجتمع البحريني وتحقيق الاستدامة والرفاه الاجتماعي، إلى جانب الاستفادة من تعميق التواصل بين أفراد المجتمع. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.